بالضبط هذاك. ما أعرف اللي تابع فضيلة وبنات، أنا ما أعرف اسم ممثل لكن راح تعرفون يشابه منه، قولوا لي. هو ما يدري منه، يقول ما حد قال لي. عرفتوا منه؟ راح يقولوا لك. موجود بزارة وين؟ بالفنار. قاعد نشتري ولا قالوا لنا ناس ان اعطركم وين قاعد ينباع؟ بشنو؟ بسوق السوداء؟ بسوق السوداء بسعر اغلى. شوفوا هو شيء مو حلو لكن بنفس الوقت حلو. استانست. هالعطرين واصليني من ابلكيشن جولدن سنت. طبعا ابلكيشن جولدن سنت اكبر موقع للعطور في السعودية. وغير كذي الحين مسوين فترة عروض حق الربيع وديسكاونت. ممكن اخذ عطر قلتي جولدن، ليش ما يكتب لي هذا؟ جوتشي قلتي؟ ابي اخذ عليك بالعافية لان هذا انا احبه جديد. هذا عليك بالعافية اخذه. لا جد مو عليك بالعافيه بس كذي وتكرين تخبطين من ايدي. لا اخذه عادي، شنو ايش دعوه؟ انا وياك واحد بايع عادي ساكن نفس البيت، اخذه منك. قولي انك بطلت باب على نفسي الحين، جزيرتي خلاص. خلاص راح يعني الحين جزيرتك راح تصير حقي. لقطه اسبح واسبح باللقطه هذه. والله تدرون ايش كثر عطور عنده ما يخليني اجيسه اجيسهم. احب عطوري. احب عطوري موت على عطوره. ليش زين خو عقل يعني كم بخه انت تسبحين بالعطور حق السيارة. هذا اللي ابو لي امس وانت البنفسجي هذا لانه النسائي الرجالي. بس حلو هذا الرجالي كنا هذا اللي فيه صندل وشي لذر. لذر اي ايوه احبه مع البخور. عرفت لك بالعافيه. هلا ابوي. زين فمسوين جولدن سنت تخفيضات حق الربيع توصل لي 70% على مجموعة كبيرة من العطور. فلازم تستفيدون من هالفترة. الحين بكلمكم عن الابلكيشن وشلون طريقة استخدامه. اليوم ان شاء الله اذا صار شيء راح ينزل هو اونلاين، وصار هالشيء في مفاجأة لكم ما راح اقدر اقول لكم اياها بس مفاجأة. صح عقيل يقول ايش حق مطقمين انت واختك؟ ترى صدفة والله. يعني شلون احنا قاعد نطبق؟ Because we're sisters. دخل. تعال انت بعد ليش مقلدني لابس نفسي؟ ها؟ لان انا جاستن تمبرليك وانت شو اسمه هذه السبيرز لما راحوا. اول ما ندش نسمع هلا هلا لازم. صار راكور اخت العروس هلا. ما تدرون الزحمه اللي قدام يا جماعه. عادي نقول مرة واحدة اخت العروس؟ واحد اثنين جنز لون جنزي. انت لين طقمين اخت العروس اليوم عندنا؟ اخت العروس بالبوث. ثلاث اخت العروس. هدوء مستحيل. نعطيكم العافية. واحد اثنين ثلاث اخت العروس. هلا. ما تدرون ايش صار؟ ثانك يو. عادي كل مره واحده اخت العروس. واحد اثنين ثلاث اخت العروس. مستحيل. يعطيكم العافيه.
صور كل شيء يسوي. شو اسمك؟ منال. منال منار عمري. حضر ماي ستار يمشي أموركم كلها. وين تلفوني؟ عشان تعرفون ستة والله تعجبيني انتي صح يا جماعة. هذا العطر بيخليكم تتزوجون، اللي ما تزوجت تتزوج. هذا العطر اللي وده يملين يملين. هذا العطر شوفوا التسويق، هذا التسويق لا حد يقولي على التسويق، هذا التسويق الصح. هذا العطر بيوصلكم للعالمية. هذا عطري مو عطري، ماي ستار لا حد يضيع. ماي ستار والله ما حد يقدر يسوق نفسي. اللي ما تزوج تتزوج. هذا العطر اللي وده يملين يملين. هذا العطر هذا التسويق لا حد يقول عن التسويق، هذا هو اللي بيتك. هذا العطر بيوصلكم للعالمية. هذا شنو؟ هذا عطري شنو؟ ماي ستار ماي ستار عطر سحري لا حد يضيع. ماي ستار ايش رايك بماي ستار؟ عجيب عجيب. ونار شنو؟ وشرار. نار وشرار قالت لا انت المفروض تقولين مليانتي. لا ما يصير يوم لازم يعني مو ترشينه يوم تنامين تقعدين ملياردير بلياردير.